رجل يقول: عقدت على فتاة عقدا شرعيا، وكل ما حدث بيننا أننا خرجنا في بعض المنتزهات، وذات يوم اختلفت بعض الوقت من أهلها وقبلتها، ولكن لم يحدث بيننا معاشرة جنسية، ثم لأسباب خاصة طلقتها، فهل هذا يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده؟ الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط، مستدلا بما رواه الدارقطني: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وبما روي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة، دخل بها أم لم يدخل. وحكى الطحاوي من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء والراشدين وغيرهم. فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول، كأن كان في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه عليهما، أو كان معهما شخص ثالث يعقل، أو كان هناك مانع من الاختلاط. والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن، أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط، وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة. والله أعلم.